صدم اعتراف فورال بأن دولوني وباتو شقيقان الجميع. يواجه باتو علي الذي على وشك الموت. من ناحية أخرى، لم تقبل دولوني أبداً أن باتو هي أختها. عدوه يتذكره. يبدأ الاستعدادات لإسقاط باتو. كونسل وسيرا يتحدان للتوفيق بين باتو وعلي. يأخذونهم إلى ميدان سباق الخيل لمشاهدة سباق الخيل. إيرين لا يوافق على العلاقة بين تايلان وإيبيك. لا يؤمن بحب والده. يشرع باتو وسيرا في لعبة خطيرة لتحقيق أمنية علي الأخيرة. يذهب جونكا وزكي في عطلة معاً لأول مرة. لا يحدث لهم شيء في الفندق الذي يذهبون إليه. تقع كونسل في الفخ الذي أعده لها والدها في وقت لا تتوقعه. الجميع يواجه نهاية سيئة. بدأت الدروس في الجامعة. يواجه باتو وكونسال نفس الدرس. يجد الثنائي نفسيهما فجأة يشرحان الحب للأطفال، وتستمر الاستعدادات للمسابقة الموسيقية بأقصى سرعة. تعمل كونسل مع إيرين لإنهاء أغنية والدتها غير المكتملة. اندلع حريق في منتصف العمل، فقلب كل شيء رأسا على عقب فجأة. دولوني في أزمة نفسية. شخص مفاجئ يدعمه، باتو. يشمر فورال عن سواعده لتحقيق أمنية علي الأخيرة، ويبدأ العمل مع باتو لتسجيل رجب في المدرسة. يقام حفل الافتتاح في المدرسة. صدى الصوت من مكبرات الصوت يغير كل التوازنات. كونسل سعيدة جدا عندما تكتشف أن والدتها على قيد الحياة وفي أسطنبول. يذهبون في مهمة مع إيرين. لن يظل البدر خاملاً مرة أخرى. يبدأ في محاولاته لهزيمة هذه الخطة. يشمر باتو عن سواعده مرة أخرى للعثور على منزل يمكنه الإقامة فيه مع والدته. سيرا تدعمه في هذا الطريق. يتعين على باتو وكومسال قضاء الليل في السوبر ماركت. كونسل تحصل على فرصة لرؤية والدتها. سيكون قادراً على مقابلتها في ليلة مفيدة، لكنهم بحاجة إلى المال للدخول. يقوم الفريق بأكمله بجمع الأموال عن طريق البيع في سوق المدرسة. يتم سرقة الأموال بطريقة مدهشة، وعلى الفريق أن يجد طريقة أخرى للدخول. كونسل يشكك في شخصية باتو الحقيقية. تخيفها احتمالية أن يكون باتو قد ألحق الأذى بأزليم، وتبدأ في التحقيق مع باتو. يشمر باتو عن سواعده لينهي علاقته مع تتلي. سيواجهها مهما حدث. أصدقاؤه مع باتو في هذه الرحلة الصعبة. سيذهبان معا إلى الفندق الذي تقيم فيه تتلي، ويتسللان إلى غرفتها. يتساءل إيرين عن سبب غضب كوميسال من الجميع، ويعتقد أن كومسل مستاءة من شيء متعلق بوالدتها. انطلق في رحلة لحل هذه المشكلة. دولوني لا يترك إيرين وحده في هذه الرحلة. سوف يكتشف ما يسعى إليه إيرين. يشرح تتلي أخيراً سبب رغبته في الانتقام من باتو. ما حدث لأزليم يصدم الجميع. تبدأ لعبة الحياة والموت. دعونا نرى من سنبو من هذه اللعبة الخطيرة. بعد القتال حتى الموت بين إيرين وباتو، يتراجع الجميع إلى زاويتهم الخاصة. ولكن عندما يأخذ تايلان الجميع في إجازة إلى سيرا، يجتمع الجميع معاً مرة أخرى. أصبحت سيرا وباتو مثل صديقين مقربين. يبدأ كومسل بالغيرة سراً من هذه العلاقة. بينما يتجادل كومسل وباتو حول هذه القضية، يجدان نفسيهما فجأة في غابة مهجورة. إيرين على وشك اتخاذ قرار حاسم. هل يستمر في حب كومسل أم يتخلى عنها من أجل شقيقه دولوني، مما يثير الارتباك مرة أخرى؟ لكن هذه المرة يضعه كومسل في مكانه. قصة رحلة الحرية من إزميرا إلى إسطنبول، حيث يلتحق كومسل بجامعة في إسطنبول سرنا عن والده، اسمها السعادة. قررت كومسال الذهاب إلى إسطنبول بحثاً عن السعادة، وذلك بفضل باتو الذي التقت به يوم التقت بوالدها. يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول.
هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسا للوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. الشاطئ على وشك الجنون. لقد شهد تقبيل باتو وسيرا. تم الكشف عن الكذبة التي قالها إيرين للجنة المنح الدراسية. كان والده واقفاً على باب غرفته. بمساعدة غونكا يحاول حل جميع مشاكله بطريقة مفاجئة. تتبع دولوني آثار عائلتها الأصلية. لقد صدم عندما عرف الحقيقة عنهم. تقول سيرا أن تقبيل باتو كان أمراً مؤقتاً. ينظم حفلة كبيرة للتخلي عن هذه الفكرة. بالصدفة باتو كان في تلك الحفلة كنادلة. يتسبب القتال الكبير بين دولوني واو كونسل في أحداث الفوضى. إيرين ينسحب إلى قوقعته الخاصة. يجد نفسه صديقاً مفاجئاً. والدة باتو تقرر القدوم إلى اسطنبول. يبدأ باتو الاستعدادات للقاء والدته. نكسة غير متوقعة تقلب كل شيء رأساً على عقب. من ناحية أخرى يلجأ رفعت إلى طريقة جديدة لإعادة ابنته كوميسال إلى إزميرا. قررت كوميسال الذهاب إلى إسطنبول بحثاً عن السعادة، وذلك بفضل باتو الذي التقت به يوم التقت بوالدها. يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسا للوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. بفضل طاقم الممثلين الناجحين والسيناريو عالي الجودة والمشاهد المثيرة والملونة، سيكون آدي ماتلولوك هو المسلسل الأكثر شعبية هذا الصيف. كونسل التي قررت الذهاب إلى إسطنبول للبحث عن السعادة بفضل باتو الذي التقت به في اليوم الذي التقت فيه والدها، يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسا للوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. بفضل طاقم الممثلين الناجحين والسيناريو عالي الجودة والمشاهد المثيرة والملونة، سيكون آدي ماتلولوك هو المسلسل الأكثر شعبية هذا الصيف. كونسل التي قررت الذهاب إلى إسطنبول للبحث عن السعادة بفضل باتو الذي التقت به في اليوم الذي التقت فيه والدها، يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسا للوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة.